السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. الأمية معدلات مرتفعة تهدد أجيالا كاملة ودعوات لوضع حلول جادة. إسرائيل الكل ضد الكل، أزمة سياسية بعناوين مختلفة تهدد مكانتها وصورة جيشها. حياكم الله مشاهدي الأحبة، استنادا للتقارير الواردة من الجهات المعنية لا تزال النسب المعلنة لعديد الأميين تسجل أرقام مرتفعة رغم محاولات محوها. الإحصاءات المتعلقة وتحذيرات هذه الظاهرة المستمرة تعد بمثابة فرصة للحكومات ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة لإبراز أهمية اتخاذ كافة الخطوات التي تردم هذه النسبة وتعيد العراق لمكانته كمنارة للعلم ومصدر للمعرفة وصاحب الحرف الأول. وهذا بطبيعة الحال يحتاج لخطوات فعلية من البيئة الداخلية وبالتعاون مع المنظمات الدولية. أما في ملفنا الثاني من حصادنا لهذه الليلة، فبالتزامن مع تصاعد ضربات المقاومة الفلسطينية وحال عدم الاستقرار الاقتصادي، يعيش الكيان الإسرائيلي أزمة سياسية عميقة تتجاوز التفاصيل العامة وتصل حد المبادئ التي تؤثر جديا على استمرارية هذا الكيان وعلى أقل التقديرات تفاعليته الحالية. فالكل ضد الكل هو عنوان السجال الأبرز الذي قد يسحب إسرائيل نحو تآكل داخلي أشد، وعندئذ حتى حقنات المسكنة التي يحقن بها الائتلاف الحكومي الواقع الإسرائيلي العليل لا يمكن أن تهدئ الواقع. هذين ملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ارحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الاستاذ داود الحلفي الباحث في الشؤون التربويه، وكذلك ارحب بضيفي الكريم الاستاذ رياض المعيني مدير العلاقات والاعلام في الجهاز التنفيذي والمتحدث باسم الهيئه العليا لمحو الاميه. حياكم الله ضيوفا كرام. استاذ رياض، ابدا مع حضرتك، نتحدث عن النسب المعلنه من وزاره التربيه لعديد الاميين في العراق واللي وصلت الى 12%. هل هذه النسب دقيقة ووفق أي إحصاءات؟ هل هي منظمات دولية معنية
شؤون التربية والتعليم في العراق أم من قبل وزارة التربية؟ وهل هذه النسب هي مطابقة لو مقاربة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله وحيا الله جمهوركم الكريم، وأشكركم لهذه الالتفاتة باستضافتني لتسليط الضوء على موضوع محو الأمية الذي يخص شريحة واسعة من أبناء شعبنا، أبناء شعبنا اللي تعرضوا إلى ظروف استثنائية قلما تعرض لها شعب آخر. الحقيقة الأرقام اللي تردنا من وزارة التخطيط تفيد بأن 12% من سكان العراق أميون، أي بحدود 5 مليون. حملتنا لمحو الأمية اللي انطلقت في العام 2012 وبالتزامن مع اليوم العالمي لمحو الأمية، انطلقت ولاقت إقبال كبير جدا. ولا يفوتني أن أذكر موضوع سكان قرى والأرياف، كان إقبالهم شديد على الانخراط في مراكز محو الأمية. الحقيقة انبثقت من مراكز محو الأمية مراكز عديدة سنتي على ذكرها تباعا، لكن فيما يتعلق بسؤالك، نسبة الأمية في العراق بحدود 5 مليون أمي. نعم. طيب 5 مليون أمي أستاذ داود، شنو الآثار الاجتماعية المترتبة على هذه الأرقام والأعداد وهذه النسبة المئوية؟ بالأساس هي تشكل خطر، لو تعتبرها حضرتك كباحث ومتخصص في هذا الشأن، هي ضمن المقاييس اللي يمكن تفادي خطرها. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولمشاهدي قناتكم الكرام، وأيضا للأستاذ ضيفك الكريم اللي حقيقة الناطق الرسمي لمحو الأمية أو مديرية المحو الأمية ومكافحة الأمية في وزارة التربية. أعتقد 5 مليون رقم هو بتقديري كباحث تربوي وكتربوي هو ما يتناسب، وتسرب من المدارس وعدم الالتحاق بالمدارس، لكن أعتقد بالنسبة لكبار السن وربات البيوت وأمور أخرى حقيقة قد يتخطى هذا الرقم بكثير، لأنه إحنا ننظر إلى الأمي فقط هو اللي ما يقرأ ولا يكتب، لكن غيرنا بدأ ينظر إلى شهادة الإعدادية أو المتوسطة من ناحية المعرفة والعلم والتطور ومواكبة التكنولوجيا والتحضر العالمي، يعتبر أمي في هذا القياس. فإحنا دائرة تفكيرنا تنغلق بهذا الاتجاه، أي بمعنى آخر نحن يجب أن نفكر في كيفية تطوير المتعلم. عندنا أمية تعليم، يعني الكثير من الناس يأخذ الشهادة وهو لا يعرف ولا يستطيع أن يملي ويحتوي شهادته ويوظفها في المجتمعات. فبالتالي أنا أعتبر 5 مليون كاختصاص تربوي موجودة داخل المدارس، لكن خارج المدارس أكثر. وهذا الرقم مثل ما سألتنا عليه يعني يعتبر أمر خطير في المجتمعات الأخرى غير العراق، يعني لو كان في غير العراق ممكن نتناقش به ونقول أنه أمر احتيادي، لكن في العراق في هذه الإمكانيات، في هذه الثقافة، في هذه الحضارة، في الماضي العتيد اللي هو علم الدنيا كلها القراءة والكتابة.
التربية فضلا عن المستوى المعاشي للمواطن؟ نعم أستاذ، لنعود بموضوع التخصيصات المالية إلى تاريخ تشكيل هذه المؤسسة الحيوية في العام 2012. كان هناك تخصيصات مالية وكان هناك اهتمام، ولكن هذا الاهتمام اندثر مع دخول داعش وغلق مئات المراكز، مراكز محو الأمية. نعم. وتوقفت التخصيصات المالية لحملتنا المباركة لمحو الأمية للسنوات التي تلت دخول داعش إلى حد هذا العام. هذا العام هناك بوادر طيبة، معالي وزير التربية الحالي التقى بكوادر الجهاز التنفيذي لمرات عديدة واهتم بهذا الموضوع، وهناك تخصيصات خصصت لنا، وبدأنا نقطف ثمار الإدارة الجديدة لوزارة التربية. ولكن للسنوات السابقة انعدمت التخصيصات المالية، يعني التخصيصات المالية كانت صفر للحقيقة وللأمانة. نعم. طيب نرجع إلى المستوى المعاشي للمواطن العراقي واللي ينضمون لحملات المحو الأمية اللي يتلاحقون نفسهم، خلينا نقول هل هم يعني من يعيشون تحت خط الفقر؟ هل أن العنصر أو العامل أو المستوى المعيشي كان هو سبب في انتشار محو الأمية في العراق؟ أستاذ رياض. نعم، الحقيقة الموضوع الأميين هناك عوامل عديدة أستاذ. إحدى هذه العوامل هو العوائل، يعني فقدت المعيل، فالأبناء اضطروا أن يتجهون للعمل وترك الدراسة، هذه حالة. نعم. الحالة الثانية هناك مناطق نائية، يعني ما نشأوا على 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 يعني حب العلم والدراسة، لظروف اجتماعية خاصة بهم. الجهاز التنفيذي لمحو الأمية تولى على عاتقه ومهمة الوصول إلى أقصى مناطق بالعراق للترويج لحملتنا المباركة، ونجحنا فعلا أستاذ. يعني إذا تحب أتحدث لك بالأرقام أستاذ أحمد، يعني إحنا حاليا بلغ عدد اللي استهدفت حملتنا 1,190,000 مواطن ومواطنة دارس ودارسة في عموم العراق. نعم في عموم العراق. طيب. وهناك أكثر من 24,000 مركز محو أمية يعمل بجد ونشاط وبتفاني. المراكز هاي وين أستاذ رياض؟ يعني في مراكز المدن لو في القرى والأقضية، يعني في مراكز المدن والأقضية والقرى والأرياف وفي كل المناطق النائية موجودة مراكزنا لمحو الأمية، وأنا شخصيا وكوادر الجهاز التنفيذي زاروها. يعني نسب المحو الأمية تتمركز خارج مراكز المدينة يعني؟ استاذ وانت جنابك الكريم تعرف هناك يعني حملات نزوح من من نعم. من الـ من الـ من الريف الى المدينه استاذ صارت، والتهجير، فصار اكو ضغط على المدن. بس هذا ما يمنع بان هناك موجوده مراكز محو أمية عندنا في القرى والارياف. نعم. لكن الثقل دائما في المدن استاذ. نعم. استاذ داود، لو تحدثنا عن التشريعات القانونيه لمحو الأمية، تراها حضرتك انه كافيه لو نحتاج توسيع أكثر في إلزامية التعليم مثلا؟ على سبيل المثال ذوي الإعاقة، يعني الكثير منهم أنهم ما يقدرون يكملون تعليمهم، خصوصا الصم والبكم، يعني يوصلون إلى مرحلة وأعتقد قانونا ما يسمح لهم أنه يعني يكملون بعد دراسة أكثر من المتوسطة والإعدادية. بالتالي هل نحن أمام حاجة إلى تشريعات جديدة لإلزامية التعليم؟ طبعا بالتأكيد، بس أشير إلى نقطة مهمة جدا. إحنا في عام 78 بدأت الحملة الكبرى لمحو الأمية. نعم. ووصل العراق إلى درجات متقدمة حتى قوبل بإشادة من قبل منظمة اليونسكو آنذاك، واعتبر أول بلد عربي يقضي على الأمية بشكل شبه كامل تقريبا. وهذه الإشادة حقيقة تؤشر في سجلات وزارة التربية آنذاك. نعم. أنا أحب أؤكد أن التشريعات اللي موجودة الآن كمحو الأمية الإلزامي وكوزارة التربية لا تتناسب مع حجم التحدي اللي موجود. يعني اولا نسبه المحاضرين بشكل لا تحفز ان ياتوا للمحاضره واعطاء الدروس التي توكل اليهم، لانه الاجور لا تتناسب مع الجهد اللي يبذل المحاضر، هذا اولا. ثانيا، حتى وان كانت الاجور قليله فهي لا تصل بمستوى شهري، وانما قد يمر شهرين او ثلاث حتى يحصل المحاضر، وهذا
حقيقة يؤدي إلى تخبط وإلى حقيقة امتناع عن التواصل. الجهل هو بشكل أساسي أحد أعداء الإنسان في تمزيق فكرة وتمزيق ثقافته ونظرته للمستقبل. والجهل لا يأتي إلا من الفقر وإلا من انعدام الحالة الصحية والحالة السكنية والحالة الاجتماعية. إذا توافرت كل هذه الحقيقة التأثيرات بالتحدي أمام المواطن، بالتأكيد ستنتشر الأمية، وهذا يتعلق في تخطيط الدولة ورؤيتها للمستقبل وكيفية استيعاب كل هذه الطاقات وكل هذه الأعداد بالنسبة للتلاميذ والطلبة وحتى ذوي الإعاقة، لأن ذوي الإعاقة هم أناس حقيقة يعني أشاء القدر أن يصبحوا بهكذا حالة، فليس من المعقول أن لا نفتح لهم أيضا مثل ما مدارس الخاصة نسميها عندنا بالابتدائية والمتوسطة، مدارس خاصة لبعض العقول القاصرة أو الغير قادرة على استيعاب المادة العلمية، يفتح لهم صفوف خاصة. فشنو المانع إذا ما فتحنا أيضا كليات أو معاهد خاصة أو صف في كل كلية لذوي الإعاقة للاستمرار في دراستهم؟ أعتقد العوائل العراقية حقيقة الآن تعاني الكثير من تقبل أو استيعاب المادة العلمية بالنسبة للتلاميذ، لأنه مواكبة التكنولوجيا تحتاج إلى شبكة أنترنت وتحتاج إلى صفوف نظامية وتحتاج إلى تكنولوجيا متطورة في المدارس حتى نقضي على الرتابة وعدم التحفيز لاستقبال الدرس، وأيضا نأخذ الطالب بشكل مثمر وبشكل إيجابي عندما نشعر بأهميته وأهمية مستقبله العلمي، وأيضا مخرجات المدارس حتى أيضا نبتعد عن عدم الانجرار خلف هذا الموضوع مستقبلا عندما يتخرج الطالب ويرى أن هناك فرصة عمل تنتظر بالدولة ومخرجات العلم ومخرجات المدرسة بدأت تستثمر، سيحفز الآخرين على الالتحاق والمداومة في المدرسة، والعكس أيضا صحيح. فبالتالي أنا أعتقد التربية ليس تربية اليوم أو العام الماضي أو قبله، وإنما بعد الثمانينات صعودا إلى يومنا هذا بدأ التعليم بشكل ينتكس تدريجيا حتى وصلنا إلى هذه المراحل. الأخ العزيز أشار إلى أنه بسبب داعش انغلقت كثير من المراكز الأمية، وهي أحد مؤشرات الخطر اللي أيضا ساعدنا داعش على أن تكون قوة مضادة وتحدي مضاد في سبيل إيقاف العلم والتعلم. فبالتالي طالما المدارس لم تتوقف والجامعات أيضا لم تتوقف في تقريبا كثير من المناطق العراقية، يفترض أن تستمر أيضا مكافحة محو الأمية. الأمية لا تكافح حقيقة فقط في مدارس أو مراكز محو أمية، وإنما في إعلام توعوي وتحفيز وتشجيع وأيضا متابعة وإدخال كل ما هو متطور إلى هذه المراكز حتى نعطيها الكثير من الأمور. أخذ لك مثلا يعني كثير من المواطنين يجهلون الدستور، كثير من المواطنين يجهلون حقوق الإنسان، كثير من المواطنين يجهلون العقوبات وقانون انضباط العقوبات موظفي الدولة وأيضا العقوبات الخاص بالمحاكم الإدارية والقانونية. فبالتالي الأمية لا تختصر، أنا مثل ما قلت في البداية، على القراءة والكتابة، وإنما تختصر أو تقتصر على كثير من الأمور. كل ما يحيط البشر يفترض أن يكون واعي به، وهذه مهمة كبرى لا ينهض بها إلا الرجال الأكفاء اللي يحتاجون أو يفكرون بكيفية بناء الإنسان اللي هو أساسا بناء البلد وتطوره نحو خطوات مهمة حتى يلحق بركب العالم المتطور. طيب دور المنظمات الدولية أستاذ رياض، نعم، أشار لها يعني الأستاذ داود الحلفي وأشار إلى الجهات الساندة، هذه المنظمات الدولية في إسناد العراق بالخطط الشاملة لمكافحة ظاهرة الأمية يتماشى مع نسبة الأميين، لو تعتبر دور ضعيف باعتبار أنه أشار إلى عام 78 أستاذ داود قلت لي أنه بدأ مشروع محو الأمية؟ نعم 78، نعم، يعني من 78 لما تم تحقيق نسب وافية لربما هسه تراجع هذا الدور، وإحنا اليوم نعيش معالجة الأمية الرقمية بالنسبة للمجتمع. نعم أستاذ، أولا أضم صوتي إلى صوت ضيفك الكريم عندما عرج على نقطة كلش هامة، ألا وهي يعني الدولة بإمكانياتها ما لبت الطموح الحقيقة وللأمانة فيما يتعلق بموضوعة محو الأمية. أما فيما يتعلق بسؤالك حول المنظمات الدولية، نعم، الحقيقة يعني أدت ما عليها. هناك العديد من مراكز محو الأمية هي مسؤولة عنها، هي اللي تمد المحاضرين برواتب
وهي اللي قائمة بتجهيز كل المستلزمات. وثانيا ساهمت هذه المنظمات، عندنا استاذ ما عرجنا على موضوع المراكز المجتمعية وتنمية المهارات. نعم. هذه مراكز تخص النساء مع في نفس مركز محو الأمية مراكز تنمية مهارات نسائية، ألا وهي تعليم النساء الحرف، الخياطة والحلاقة والطبخ والحاسوب. فهذه المنظمات أمدتنا بما تستطيع أن تمدنا به من مستلزمات، وكان لها دور في إدخال المئات من منتسبين سواء المعلمين أو منتسبي أو الإداريين دورات في مختلف محافظات العراق. هي تولت هذا الموضوع. نعم، هذا كان لها دور، ومشكورة عليه للأمانة، مشكورة عليه لهذا العمل اللي أدته هذه المنظمات. طيب، طبيعة الدور أستاذ داود، دور هذه المنظمات الدولية وطريقة تقديمها لهذه الخدمات، شلون تقيمها حضرتك؟ يعني أنا أعتقد المنظمات الدولية تعطي حافز وتعطي داعم وفق ما قد تقدمه الدولة ميدانيا. يعني لا يمكن إعطاء دفع مادي أو تكنولوجي أو لوجستي ما لم تكن الدولة جادة في معالجة ضمن خطط وضمن برامجيات وضمن إعلام متطور. أنا أعتقد في العراق هذه المنظمات ما أسميها خاملة، لكن بنسب متدنية تدعم هذا التوجه، لأنه ما تشوف أكو رغبة حقيقية وأكو إخلاص ونزاهة في قيادة هذه العملية إلى الأمام للتخلص بشكل فاعل. يعني تجي إلى مركز تلقاه فقير مجرد موجود محاضر وعدد من التلاميذ، لكن ليس هناك مثلا كتاب إعلامي أو درس للإعلام، درس لحقوق الإنسان، درس لحفظ القوانين، درس للبيئة الاجتماعية، درس في احترام الحياة الزوجية، درس في احترام القوانين. يعني المحاضر ما أجيبه فقط للقراءة والكتابة، وإنما هسه قد ما أحصل على 2 أو 3 محاضرين لقلة المعروض المادي من قبل الدولة لهذه المؤسسة المهمة، لكن أجيب أدخل دورات مسبقاً إعداد ممتاز، وأوسع مدارك الثقافية والعلمية والاجتماعية حتى المحاضرات 3 أو 4 اللي ينطيها داخل المركز تستوعب كل الطاقات، فبالتالي أو كل الجوانب الثقافية عفواً. فبالتالي أعتقد المنظمات تراقب هذا العمل وتؤيد وتحفز وتدعم من تجد لديه الرغبة الكاملة في توسعة الثقافة، لأن العالم مثل ما قلت بالبداية أستاذ أحمد ما ينظر إنه فقط نحصل شهادة ونكون عنوان في مكان معين، لكن ينظر إنه كإنسان متكامل في احترام القانون، في النزاهة، في الثقافة العامة، في القوانين الأخرى، حقوق الإنسان، التعامل مع الزوجة، تعامل مع الأبناء، تعامل مع المدرسة، في كثير من الجوانب. فبالتالي خلق الإنسان لا يمكن أن يقتصر في أبجديات ألف باء جيم وهكذا علمنا القراءة والكتابة، هذا أصبح من الماضي. الآن إحنا مثل ما قلت في البداية على مستويات متطورة، طلاب الكليات هم أمية، لأنه ما يعرف شيء من شهادة البكالوريوس وما يقدر يمارس اختصاصه في المدارس اللي يجونا ونشوفهم هم ضعفاء بشكل كبير، يعني كأنما مدارس. فبالتالي حقيقة تعاضد الجهود ما بين المدرسة الأساسية اللي هي الابتدائي، نعم، والكلية اللي هي نهاية مرحلة تقريبا حتى يصبح الطالب رجل مجتمعي وقائد، يفترض أن يضع برنامج شامل من الابتدائية إلى الكلية، عندما يصل إلى الكلية يصبح إنسان متكامل وإنسان قادر على العطاء ومخرجاته تأثر في المجتمع. فبالتالي أعتقد منظمات المجتمع الدولي أعطت الكثير في مجالات أخرى، لكن أشرت على هذه الجهات. أنا لا أقصد هنا وزارة التربية أو أقصد حقيقة محو الأمية، لكن منظمات المجتمع المدني اللي أيضا مارسنا كثير من مهامنا فيها أشرت عليها فساد أيضا وعدم نزاهة وعدم جدية في العمل، فبالتالي بدأت تسحب نفسها يا إما لهذا السبب أو سبب هناك سبب آخر هو لعدم توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمعات العراقية. فأعتقد إذا وجدت أشياء جدية ومستلزمات حقيقية وأهداف توعوية وعلمية تتناسب بالبرنامج العالمي للقضاء على محو الأمية، ستجد لها يد في كل مجال تتواجد في هذه المهمة الصعبة، والتي أعتقد إذا استمرنا بهذه الحالة سنجد مجتمع عراقي أمي حتى وإن توفرت فيه شهادات جامعية. ما دام هذا التشخيص موجود أستاذ رياض، نعم، على مستويات عديدة وعدنا نسب وأعداد وأحصائيات وخطط، بالتالي إيش قد نحتاج عدد سنوات ويحتاجها جهاز
محو الأمية لإنهاء هذه الظاهرة برأيك؟ نعم أستاذ، سؤالك لازم نعود به للوراء قليلا. نعم أستاذ، من أقر قانون محو الأمية عام 2012 الحقيقة القانون كان ضعيف وفي ثغرات عديدة. بالأشهر القليلة الماضية تشكلت لجنة من كادر متقدم في الجهاز التنفيذي لإعداد قانون جديد لمحو الأمية، وسهروا عليه الحقيقة أشهر وبالتنسيق مع خبراء مجلس شورى الدولة كمل القانون. نعم. والقانون في قابل الأيام يعرض على مجلس الوزراء للنظر به ومن ثم إحالته إلى البرلمان العراقي للتصويت عليه. أستاذ، هذا القانون الحقيقة راح أجاوبك على سؤالك، هذا القانون راح يجعل من موضوعة محو الأمية مفتوحة ما لها توقيت معين، لأن من ضمن الخطط وهذا التسريب من مقتطفات من القانون الجديد، مشروعنا لمحو الأمية راح يمتد إلى ما بعد السادس الابتدائي أستاذنا الكريم، ليشمل مناهج ودراسة جديدة لمراحل المتوسطة والإعدادية، سيجري التباحث بها لاحقا بعد ما يصادق البرلمان على قانون المزمع صدوره إن شاء الله. فتبقى موضوعة محو الأمية مستمرة، وما يعني ما ماكو سقف زمن، يعني ما أقدر أقول لك بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات، لا مستمرة أستاذ. طيب. بموجب القانون الجديد. طيب. نعم. هنا نتحدث أيضا أستاذ داود باعتبار أن أكبر هذه النسبة يمكن أن تكون لكبار السن، شلون نقدر نحفزهم بالتوجه نحو مراكز محو الأمية ما دام أن المراكز منتشرة و القوانين فيها بعض الثغرات كما يشير أستاذ رياض، ولكن ليس بالثغرات اللي تمنعنا من المضي قدما في تحقيق هذا البرنامج. يعني هم كبار السن حقيقة، هم من 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 ناحية المسمى محو الأمية رأسا نذهب إحنا إلى وين؟ إلى كبار السن. نعم. على اعتبار أنه محطاتهم حقيقة أصبحت بالماضي وصعوبة التعلم، لكن أستاذ أحمد كبار السن لديهم الرغبة في التعلم ولديهم الرغبة حقيقة في الحصول على ثقافة جديدة وثقافة موازية لما يشاهدوه ويسمعوه من تطورات في المجتمعات القريبة وأيضا المجتمعات المحلية. فبالتالي وضع برنامج ووضع منهج ووضع مدرس بشكل جيد وبرنامج يتحاكى والزمن اللي نعيشه الآن وعمر المتلقي، أعتقد بهذا المجال يعني ممكن أن نضع كثير من الأمور التشريعية والمجتمعية والعشائرية وحتى القانونية بفقرات بإضاءات بسيطة، نستطيع أن نستقطب هذا الرجل أو هذه المرأة الكبيرة. لكن أستاذ أحمد دعني أضيف معلومة جدا مهمة الآن وردتني في خاطري. نعم. أنه الآن التربية، وتسمح لي وزارة التربية بهذا التعبير والسيد الوزير، أنه التربية الآن بدأت تساعد في انتشار الأمية في العراق من حيث تعلم أو لا تعلم للأسباب. أولا الانتساب، هذا الانتساب طبعا كارثة، لأن طالب ما راح يقرأ يأتي إلى الامتحان على أمل أنه ينجح بطريقة أو بأخرى. ثانيا التعليم عن بعد الإلكتروني اللي التربية تدري قبل غيرها، وأنا كرجل تربوي أعرف أن غالبية البيوت لا توجد فيها شبكة أنترنت، وإن وجدت فهي متردية إلى أبعد الحدود، وإحنا الآن نعاني منها. بل والمدارس أيضا ما بها لا بها حاسوب ولا بها شبكة أنترنت ولا بها كهرباء، إذن كيف يدرس هذا الطالب بطريقة أو بأخرى؟ أيضا رح نركنه ونعتبره في عداد الأمية المستحدثة. ثالثا القرارات المتلكئة والمتقلبة، يعني يصدر قرار اليوم بكرة يلغي قرار ثاني، يصدر قرار بكرة بعد بكرة يجي قرار غيره. أنا أعتقد التخطيط السليم المبرمج إلى مديات أبعد هو اللي ساعدنا على ارتكاز العملية التربوية واستمرار العملية التربوية داخل المدرسة، اللي هي أساسا من خلال المدرسة ممكن أن نذهب إلى أمور تساعد في محو الأمية وتساعد في نشر الجهل، اللي هي التسرب، اللي ما يجد بيئة الطالب ما يجد بيئة ملائمة لفكرة ولممارسته وللحياة اللي يشوفها، خصوصا بانتشار السوشيال ميديا وأمور أخرى قد لا تتناسب والبيئة المدرسية اللي يشوفها. فأنا أتمنى أن تضع مناهج جديدة، مناهج حاوية
لكل مقتضيات الحالة اللي نعيشها في 2023، وبالتالي نستقطب كل الشخصيات أو الأشخاص اللي موجودين حتى وإن كانوا بمستويات متدنية، وإعطاء أولوية قصوى، وهذا نداء أيضا للسيد وزير التربية، إلى المناطق الفقيرة. أكو مدارس كهوف ما بها أي مبرر للدراسة أو أي علامات للتعلم السليم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ داود الحلفي الباحث في الشؤون التربوية، وكذلك الأستاذ رياض المعيني مدير العلاقات والإعلام في الجهاز التنفيذي والمتحدث باسم الهيئة العليا للمحو الأمية. ضيوفا كراما في الأستوديو أثريت الحوار في هذا الملف. بعد الفاصل نتابع مشاهدي الأحبة. إسرائيل الكل ضد الكل، أزمة سياسية بعناوين مختلفة تهدد مكانتها وصورة جيشها. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة. هذا الملف أرحب بضيفي الكريم في الأستوديو الدكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، أهلا بك دكتور. وكذلك ينضم معي عبر سكايب الدكتور عدنان الأفندي الباحث السياسي من فلسطين، حياكم الله ضيوفا كرام. لماذا عاد السجال السياسي دكتور طارق إلى في إسرائيل إلى ذروته؟ نتحدث هنا عن موضوعة مشهد الأزمات السياسية اللي بدأ اعتياديا في الكيان الصهيوني. أهلا وسهلا بحضرتك وضيفك الكريم والمشاهدون الأكارم. حياكم. فيما يتعلق بموضوع الأزمات، جميع البلدان وجميع الدول تعاني من أزمات، بعضها داخلي وبعضها خارجي، وهذه التحديات واضحة، ولكن هناك خصوصية لإسرائيل فيها أزمات كثيرة وهناك تحديات واضحة ولكن لم يسلط عليها الضوء، لا سيما وأن الإعلام مع الأسف في أغلب الأحيان لا يوضح حقيقة التحديات التي تواجهها إسرائيل. على سبيل المثال الحصر، أن إسرائيل في بعض الأحيان تواجه تحديات داخلية تحت ما يسمى بالهجرة العكسية. منذ يعني في 20 سنة الماضية شهدت إسرائيل هجرة عكسية لأسباب متعددة، بعضها يتعلق بغلاء المعيشة والبعض الآخر يتعلق بعدم الاستقرار الأمني، باعتبار أن إسرائيل بالرغم من القوة العسكرية والقوة الأمنية ولكن تواجه مشاكل كثيرة فيما يتعلق بموضوع الاستقرار الأمني، ومشاكل كثيرة أيضا بالوقت الحاضر، تحديات أيضا على المستوى الخارجي تتعلق بموضوع تداعيات الحرب الأوكرانية، باعتبار أن تداعيات الحرب الأوكرانية صحيح هي ليست مباشرة على إسرائيل ولكن بطريقة غير مباشرة قد جعلت يعني إسرائيل تنظر لتداعيات الحرب الأوكرانية أنها تحدي، باعتبار أنها قربت العلاقات الروسية الإيرانية الصينية أكثر مما مضى، وتداعيات الحرب الأوكرانية أيضا قد تساهم في إعادة يعني
إيجاد نوع من النظام يختلف عن نظام أحاد القطبية، وقد يكون نظام ثنائي القطبية أو نظام متعدد الأقطاب. نعم. أجد الترحاب بحضرتك دكتور عدنان. ويتحدث الدكتور الزبيدي عن نظام الأحاد القطبية في الوقت الراهن، ولكن هنا نجد بأن الحليف إسرائيل يبدو أن الكل أصبح ضد الكل، بمعنى وجود اليمين بنيامين نتنياهو في منصب رئاسة الوزراء، هل هو جوهر الأزمة السياسية الحالية في الكيان الإسرائيلي؟ نتحدث عن حالة العداء اللي تنصبها أحزاب اليسار لليمين كبيرة جدا. نعم، يعني هو واضح بأن هذه الأزمة السبب الأساسي وجود بنيامين نتنياهو في رئاسة الوزراء منذ يعني سنوات. إضافة إلى ذلك، يعني هو أصلا التغييرات القضائية التي سببت يعني الطبع في داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، هو كل ذلك من أجل يعني سعي نتنياهو لمصالحه الشخصية، والتغييرات في القضاء من أجل أن يخرج من التهم، يعني تهم الفساد الذي وجهت له أصلا. لذلك أعتقد بأن وجود نتنياهو في داخل الحكم هو سبب أساسي في الأزمة السياسية، ووجوده في منصب رئاسة الوزراء، وبالإضافة إلى ذلك يعني حالة العداء التي يعني حالة التي تناصبها اللي هي يعني المعارضة لنتنياهو، وأصلا معارضة يعني سبب معارضتها لما يجري هو وجود نتنياهو في الحكم. إضافة إلى ذلك وجود يعني الأحزاب اليمينية مثل بن جفير وسموتش بداخل هذه الحكومة، والتي يعني أصبحت يعني هذه الأحزاب في داخل الحكومة تسعى إلى يعني تغليب يعني الأمور الدينية في الدولة على الأمور العلمانية. يعني بشكل واضح وجود نتنياهو في هذه الحكومة هو سبب أساسي في التصدع في داخل يعني هذا الكيان، وخاصة التغييرات القضائية التي يعني أثرت على كل يعني مجالات الحياة في الكيان الصهيوني، حتى وصلت إلى الوضع الاقتصادي، وحتى وصلت إلى يعني الوضع الأمني من خلال رفض يعني كثير من جهود الاحتياط الخدمة أو التهديد برفض الخدمة في حال استمرت حكومة نتنياهو في يعني التغيير القضائية ويعني إصدار قوانين جديدة في المجال القضائي. طيب، ولكن دكتور طارق، يعني سابقا لمواجهة هذا الاضطراب عمد الائتلاف الحكومي إلى حقن التهدئة لأحزاب المعارضة اللي تحدث عنها الدكتور الأفندي، بعد ذلك ازداد الوضع سوء. في هذا السوء، هل راح تنفع هذه الحقن في رأب الصدع الداخلي إذا ما حاول بنيامين نتنياهو استخدامها مرة أخرى؟ الحكومة الحالية الإسرائيلية هي الأكثر تطرفاً، وبالتالي إيجاد هذه الحكومة بهذه الكيفية جعل من الصراع الحقيقي ما بين الاتجاه اليميني واليساري في داخل إسرائيل. وقد يعني هناك أصبح هناك يعني مشاكل حقيقية تواجه اليمين في داخل إسرائيل، ولذلك نجد جميع التظاهرات والاحتجاجات على فكرة ومشروع التعديلات القضائية، هذا مؤشر واضح على الرفض الكبير لهذه الحكومة من الداخل الإسرائيلي ذاته. ونعتقد أن المستقبل قد يعني يحمل في طياته الكثير من الأحداث المتعلقة بالاحتجاجات الكبيرة، وقد تصل هذه الاحتجاجات إلى مرحلة العصيان، باعتبار أن إسرائيل بالرغم الحكومة مثل ما تفضلت حضرتك حاولت أن تؤجل فكرة التعديلات القضائية، وحاولت أن تمتص هذا الغضب الموجود في داخل إسرائيل، ولكن هناك فشل واضح في عملية يعني السيطرة على هذه الأزمة. فضلا عن ذلك، إسرائيل منذ 75 عام تقريبا حاولت مرارا وتكرارا أن تتجاوز حقوق الشعب الفلسطيني، وحاولت أن تجعل من هذا الموضوع جزء من الماضي، ولكن فشلت فشلا واضحا، باعتبار أن الشعب الفلسطيني لغاية هذه اللحظة يطالب بحقوقه بالرغم من جميع المحاولات. فضلا عن ذلك، كل المحاولات التي حاولتها إسرائيل عبر سياسة متبعة لغرض إيجاد نوع من التفاوض مع العرب لغرض يعني التنازل عن هذه الحقوق الفلسطينية في هذه الأرض، ولكنها فشلت. حاولت في البداية في سياسة الأرض مقابل السلام وفشلت، حاولت في مرحلة ثانية السلام مقابل المال أيضا فشلت، والآن أيضا تحاول أنه السلام مقابل التطبيع. وأعتقد أن حتى محاولات التطبيع بالرغم
من البعض حاول أن يبين أن هذه المشروع هذا قد ينجح، أو هناك دلائل كبيرة على أن هذا التطبيع قد يستمر ويشمل دول أخرى، ولكن ما أتوقعه أن فكرة التطبيع سوف تفشل فشلا ذريعا. والسبب في ذلك أن اعتماد إسرائيل في فكرة التطبيع تعتمد فقط على أصحاب السلطة والرؤساء ولا تعتمد على الشعوب. يعني لما حضرتك تعبر عنها بالمحاولة، المحاولة قابلة للنجاح والفشل، وهذه المحاولات قد فشلت بطبيعة الحال. أيضا نقطة أشار لها الدكتور عدنان الأفندي وهي الجهاز القضائي. عودة نتنياهو لخطة بالإصلاح القضائي، هل راح تكون رصاصة الرحمة للنظام السياسي في الكيان ضمن المحاولات اللي راح تبوء بالفشل، أم أنه قادر على تمرير هذه الإصلاحات دون تقديم تنازلات كبيرة؟ أعتقد أن إصرار حكومة نتنياهو على موضوع التعديلات القضائية هو في حد ذاته سوف يجعل من هذه المشكلة هي أزمة كبيرة وقد تتحول إلى معضلة. ولكن ما أتوقعه أن نتنياهو سوف يتراجع عن فكرة التعديلات القضائية وسوف يحاول أن يجد نوع من يعني القانون الإرضائي الذي يرضى يعني يقبل به كلا الطرفين، سواء الاتجاه اليميني أو الاتجاه اليساري، باعتبار أن نتنياهو يعلم جيدا أن التعنت ومحاولة تجاهل التظاهرات الكبيرة والاحتجاجات التي ظهرت في الآونة الأخيرة في إسرائيل هو ليس بصالح النظام السياسي ومستقبل هذا النظام. ضربات المقاومة الفلسطينية دكتور عدنان، هل عمقت من حالة الأزمة السياسية اللي يشهدها الكيان الإسرائيلي؟ نعم، يعني هو العمليات الأخيرة التي حدثت في خاصة في الضفة المحتلة، في شمال الضفة المحتلة، كان لها يعني دور كبير في زيادة الصدع في دولة الاحتلال، خاصة بأن يعني هذا الائتلاف الحكومي عندما قام كان برنامج هذا الحكومة الأساسي هو توفير الأمن للمستوطنين وجنود الاحتلال في الضفة المحتلة. ولكن ما حدث في الفترة الأخيرة أصبح هناك عدم ثقة بين الجمهور يعني الإسرائيلي وحكومته التي أصبحت لا توفر الأمن للمستوطنين وحتى للجنود الذين يعني يأتون لحراسة هؤلاء المستوطنين. وكان هناك تصريحات واضحة من قادة المستوطنين المتطرفين بأن هذه الحكومة وعدتنا بالأمن ولم توفر الأمن، وهذا زاد يعني من الأزمة الداخلية وزاد من ضعف الجبهة الداخلية في دولة الكيان الصهيوني. وقد قالوا يعني بشكل واضح مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذه الحكومة وعدتنا بالأمن وأن توفر الأمن، وحتى أن هؤلاء الجنود الذين أتوا ليحمون يعني هذا الكلام المستوطنين أصبحوا هم مستهدفين من المقاومة الفلسطينية. إضافة إلى ذلك أصبحت هذه العمليات عمليات نوعية، وحتى أنه عندما تحدث عملية هم يقولون لقد حدث هذه العملية ولكن نحن ننتظر متى ستكون العملية القادمة وكيف ستكون وفي أي وقت ستكون. يعني هذه العمليات عمليات المقاومة كان لها دور كبير في يعني التقليل من تأييد هذه الحكومة. حتى في الاستفتاءات الأخيرة يعني نرى بأن حتى حزب الليكود الذي يترأسه نتنياهو يتراجع بشكل كبير بسبب اللي هو عمليات المقاومة. إضافة إلى ذلك هذه العمليات يعني سببت يعني صدع كبير أيضا بين نتنياهو وأعضاء الائتلاف يعني معه، خاصة مع بن جبير وسموتريتش الذين هم في الأصل يعني مستوطنون متطرفون وهو وعد المستوطنون بالأمن. لذلك يعني العمليات دكتور عدنان يعني لم يبقى لهم بريق أمل. وهنا أسأل حضرتك عن حد استطاعة إسرائيل ببيت العنكبوت هذا ونظامها السياسي المعلول وأحزابها المتباعدة البقاء والقدرة على المواجهة لكل هذه الاضطرابات. نعم، هو نتنياهو معروف عنه يعني رئيس الحكومة في دولة الاحتلال معروف عنه بأنه سياسي محنك، هو يحاول أن يمسك يعني الأمور من الوسط، يحاول أن يرضي المتطرفين خاصة سموتريتش وبن جبير، وأيضا يعني ما زال هو يناور ويحاول الوصول إلى اتفاق مع أحزاب المعارضة خاصة عن طريق رئيس الدولة من أجل الوصول إلى حل بما يتعلق بالأمور القضائية. وكان هناك قبل أيام يعني حديث بأن رئيس الدولة
حاول الجمع بين يعني الحكومة والمعارضة من أجل اللي هو الوصول إلى حل أو إلى تأجيل يعني هذه يعني التغييرات القضائية حتى تهدأ الأمور في دولة الاحتلال، ولكن يعني فشل هذا الأمر، فشل رئيس الدولة في التقريب بين يعني الحكومة والمعارضة. ونتنياهو أعتقد بأنه سيبقى يماطل ولن يأخذ يعني خطوة يعني كبيرة فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، لأنه إذا أخذ يعني هذه الخطوة ستزيد الاحتجاجات بشكل يعني كبير، وقد تصل إلى المواجهة بين المستوطنين وبين الشرطة الإسرائيلية في حال يعني اتخذ هذا القرار، وهو سيبقى يمسك يعني العصا من الوسط حتى يحاول التقريب أو إرضاء يعني كل الجهات، حتى بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت نتنياهو بعدم يعني القيام بهذه الإصلاحات القضائية. طيب هذه المظاهر الداخلية دكتور طارق يعني راح تنعكس على صورة إسرائيل ومكانتها في الخارج وكيف؟ إذا ما استمرت هذه الاحتجاجات والصراعات الداخلية أكيد سوف تنعكس على المستوى الخارجي، ولكن مثل ما تفضل الضيف الكريم أن نتنياهو لديه فكرة لغرض يعني إيجاد نوع من الاحتواء لهذه الأزمة، باعتبار أنه عمل بالسياسة وهو لديه أكثر من دورة انتخابية في الحكومات السابقة، ويعلم جيدا أن عملية التعنت وعدم يعني القبول بالمطالب الأساسية التي يعني يطالبها المتظاهرون والمحتجون سوف تجعل من إسرائيل يعني وظاهرة عدم الاستقرار فيها هي السمة الأبرز. وأعتقد أن إسرائيل تعتمد على ركنان أساسيان في وجودها وفي ديمومتها وحتى في عملية الاستقرار السياسي والأمني. النقطة الأولى هو هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الدولي باعتبارها حليف استراتيجي، وتعتمد بالنقطة الثانية على التصدع العربي والتصدع الإسلامي والتفرقة الواضحة، ولذلك تتخوف جدا من صعود الصين ومستقبل صعود الصين أو صعود أي دولة أخرى قد تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، باعتبار أنها سوف تخسر لحليف يدافع عنها في مجلس الأمن ويدافع عنها في جميع المحافل الدولية. كذلك تتخوف من أي فكرة أو أي مشروع عربي وحدوي أو مشروع إسلامي وحدوي، ولذلك نجد أنها تتخوف من هذان المشروعان. والنقاط الأخرى جميعها تعتقد أنها تأتي في المرتبة الثانية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور طارق الزبيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، ضيفا كريما وأثريت الحوار في هذا الملف. وأشكر الموصول لحضرتك الدكتور عدنان الأفندي الباحث السياسي، حدثتنا عبر سكايب من فلسطين، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.